الوقت المتقص. مين العسل ده؟ مين هنا بقى؟ مين هنا؟ مين هنا؟ انت ومحمد، انت وحسن. ممكن تكون كل واحد يتوقع. انت توقعت ايه؟ انت وحسن. انت توقعت ايه يا حاجة؟ انت وحسن برضو؟ طب انتوا توقعتوا ايه؟ طب انتوا توقعتوا ايه؟ مش محتاجة حاجة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا عاملين ايه؟ والمفاجأة المنتظرة النهاردة هيكون فيديو ان شاء الله حلو جدا 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 مع الظهور الثالث اللي كلكم مستنيينه واللي كلكم بتقدروا تتوقعوا هيكون كذا هيكذا كذا كذا كذا. كل التوقعات للأسف كانت غلط. هتعرفوا بقى النهاردة هيكون مين الشخص التاني. هقول لك سلام. طب استنى نرحب بالحاج والحاجة. سلموا الأول. رحب يا حاج. رحب يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليك وعلى أهلكم كلكم. إن شاء الله يا رب. يلا يا حاجة دورك. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب النهاردة يكون يعجبكم ويشرح قلبكم عشان تحبونا. يا رب اللي بتعملوا يا رب. توقعت في حاجة ولا لسه؟ لا لسه. طب توقعني مين الشخص التاني؟ معرفش والله. والله لسه ما تعرفش. والله ما أعرف. تفتكر مين حاجة يكون الشخص التاني؟ الله أعلم. طب أنا أصلا بص بقى إحنا عاملين الفكرة دي كلها عشان ماشي؟ فلو عجبتكم ولا عجبتكم؟ معلش حد مغمى عينيهم عشان برضه يبقى ايه في تشوق كده في تشوق غمى عينيهم بس يعني خلي بالك خلي دي لو التعبان اللي جايبه من عند محمود لا 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 انت تعرف عن عيني انا اعرفك قبل ما تعمل اي حاجه طب ماشي ده ما بيسكتش فيها خالص لا 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 مع حركات الجنان دي انا ما بحبهاش انا بتوع مقالب اصلا لا لا ما تقلقوش والله انت مريض مرتبطه كويس اوعى تكون شايف انت حر كده هنبتدي باول حاجه طيب هات بص هات اللي هي لونها خلي اللي لونها ازرق فاهم مش بقى ايه لونها ازرق لا يا دي اول حاجه كده ماشي طب استنى محدش يفتح لا ما مش محدش يفتح هفتح استنى استنى لا انا هشوفها محدش يفتح استنى الورق مستعجل على ايه محدش اللي اقول له فتح يفتح افتح لا انا قلت لك تفتحي وفي نشر لي مقلبك يا حسن لا ما تخافيش انا لقيتها كده شكلها حاجه بتتسرب مولفه ايه هي اللي هيفتح الاول الحاجة استنى يا حاج ده على فكرة ده كده شخص انتوا عارفينه لسه في شخص مش عارفينه فتحي حاجة ايه رايك ده صورتي بس انا كده عارف هو طب ليه بس كده؟ طب ما انت هتعرف بس الشخص التاني ده عارفه؟ لا ما هو اللي لعب كله على الشخص التاني بقى ايه رايك؟ جميلة تسلم ايديكم وايه رايك بقى في الاشكال اللي ورا دي؟ اللي ورا بص يا جماعة ايه؟ رجع على طب خلاص انا عايز ابص انا بقى من حاجة عشان يفتح وراه انا طيب هات اللي هي لوزها لبن هبقى اصورها لكم وانزلها لكم على الانستا لو حابين تشوفوها تاني ايوه لا استنى يا محمد لا انا بنحضر خالص لسه هنغني تاني الشخص التاني شايف حاجه شايف حاجه لا 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 شايف حاجه جميلة صح؟ طب كنت بدأت شوف مش مهم هنزلها لك على الميزة مش يوميها خش على القناة زي الفيديو طب لا برنس كان عندك كام سنة تقريبا في الوقت ده؟ أنا أتوقع 50 في الخمسينات في الخمسينات أهي الصورة
ليت الشباب يعود يوما. اه عادي اهو. يلا خلصوني. خلص يا حاجة. انتوا بتسموني. ايه الحلاوة دي؟ الوقت مين العسل ده؟ مين هنا بقى؟ مين هنا؟ مين هنا؟ انت ومحمد، انت وحسن. ممكن. انت كل واحد يتوقع. انت توقعت ايه؟ انت وحسن. انت توقعت ايه يا حاجة؟ انت وحسن. برضو؟ بقى انتوا توقعتوا ايه؟ طب انتوا توقعتوا ايه؟ مش محتاجة حاجة يعني. اللي توقع بيرنا، اللي توقع بيرنا. ممكن. اللي توقع مونتياز. ممكن. لا كل شيء جايز. انت الكل محمود. ما حدش يقدر يتوقع لي. ممكن. محمود. ممكن يكون ممكن. ممكن. محمود. بص كل شيء جايز. ممكن تكون يوم السبت. أفيق أفتح بقى. لا لسه. لسه. لسه عايز اشوف المفاجاه يا عم. بلاش اندهاش لسه يا صاحبي كتير ما جاش. انت هي المطمئن لسه هيقلب. يلا يلا واحد اثنين ثلاثه. ثبتها هو. لا لسه بقربها بالكاميرا. تتوقعوا مين؟ اللي مش عارف مين الحاج هتفتح وهتقول لكم مين. افتح يا حاج. حرام عليك. ايه رايك؟ جميلة. ايه رايك عليك كده؟ لابس السور. لابس السور. امي حبيبتي. تمتعني بسوري. انا شقلبت الدنيا على ملكتها. امي عسل. الله اكبر. لا حافظ. عشان الفيديو اللي معنا كنا صار فيديو انت افتكرتيها. وعدت عايز. اه فانا قلت ايه؟ حاجة بسيطة كده على الأقل نحاول نفرحها. أمي كانت عاملة زي فات الحمام. يا سلام. والله كان فيها شبه من فات الحمام. طب استني كده ما عندهاش بنت اتجوزها وتبقى خالتي. خلاص خلاص هي ماتت بقى. قعدت أدور على صورة. كنت عايز ألاقي صورة للست. الست الخضراء؟ مش واخدة بالك من حاجة. أنت طبعًا عارفة الصورة. اه. لكن ما الخيال اللي ورا ده اختراع. مش واخدة بالك؟ يا حاجة يا عاملة عمرها. الصورة نفسها ما كانتش. يا حاجة الصورة نفسها ما كانتش قصدي عليها كانتش كده. الصورة عشان كده أنا حاطط لها كعب ورا. كعبة من قيمتها هي عاملة عمرها. بص يا جماعة في صورة كعبة ورا. قرب بس عشان ما نلاقيهاش. طبعا اللي هيشوفها كلها أمي. أمي التانية. لا 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 هي أحلى مني. هي أحلى؟ شايف يا عم. شايف يا عم ما جبناش إحنا من بره. هي أمي. لا ما فيش واحدة تلاقيها. امي كانت عسل. فرحانه السمين صعب الفكره بتاع الصوره دي. فرحانه؟ اه طبعا. ما فيش الا الصوره دي؟ ده جميله. دي كان عنده صوره احلى. لا عادي نعمله الثانيه برضه. صاحب الفكره دي في اعملها وهو نعمل الثانيه. في بنت هو كده ايه؟ في بنت كلمتني على الانستا وقالت لي على الفكره. الفكره عجبتني بس انا قلت ايه؟ انا بقى اللي ضفت حكايه يعني انت وامي يبقى كل واحد بالواسك. تحب ستك او كده يا حسن؟ طبعا ده انا احب ستي واحب بنتها كمان. هو مين اللي جابك؟ ستك. هو لولا ستي كنت انت جيتي؟ ده كانت فرحانه بيكم وفرحه الدنيا بحالها. لولا ما كانتش ستي ما كنتش انت جيتي. وايه اللي فرق بحسن اكتر؟ ليه على بقى؟ ايه؟ على اسم ابوك؟ ان شاء الله هي كده بقى هي في الجنه والنعيم. الجنه ان شاء الله. ان شاء الله كده. ان شاء الله ربنا يكرم ولاية ست خضرا كده اعمل لها برضه برواز. بس هتعلقهم بقى؟ اه هنعلقهم. ما احنا عاملينهم ليه؟ ربنا يرحمهم. لا احنا هنرجعهم. انت لا ارجعك لا اسامة ما نعلقش سوى عشان. لا لا عادي عادي. السوى بيبقى وراه شايتين. لا 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 عادي. قالوا لنا كده. لا لا فالمفاجأة دي احنا عملنا حاجة بسيطة قلنا ان احنا نفرحكم. دي نحطها كده في الشقة كده بشكلها حلو. وخصوصا صورة ست الكل طبعا تبقى في ستيل. تبقى في النص طبعا. تبقى في النص طبعا. تديك تبقى فوق مثلا والحاج هنا وانتي طبعا. ربنا يبارك لي فيكم. يا رب يبارك لنا فيكي كده. ربنا ان شاء الله. ان شاء الله بقى ابقى زيها كده عند الكعبه. ان شاء الله. ان شاء الله. الجايه بقى تروح عند الكعبه. ان شاء الله. بس انا عايز صورتك. عايز افهم بس هي الفكره جت لما هي عيطت في الفيديو وافتكرت امها. أوه. البنت بقى اللي كلمتك هي كلمتني لما اتفرجت على الفيديو ولقيت امي عيطت لما اتفرجت ستي وكده. هي بقى كلمتني وقالت لي على فكره. قالت لك اعمل لها برواز. اه فقالت لي فرح حاول تدور على صوره لكل جدتك واعملها برواز وكده وايه تفرحوا كده.
فقمت انا حطيت التاتش بتاعي. لا طبعا هي اسمها مروه، وبقول لها شكرا جدا على الفكره ديت. وطبعا انا دلوقتي مبسوط وشكرا ليكي بجد عشان ساعدتيني ان انا اعمل حاجه تفرحهم. ناخد صوره بقى مع الصور كده ونسلم على الناس. طب انا بشكرك يا اسمها اروى. بشكرك يا اروى. هي أليسة طبعا. ما مش عارف. انا بشكرك يا اروى على اساس ان انت بتفكري للاخرين ودي صفه كويسه. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. واي حد انت كده فرحتيني. تدل على الخير كفاعله. ربنا يسعدك ويكون في ميزان حسناتك ان شاء الله ويسعد الجميع يا رب. متشكرين جدا جدا جدا. يا سلام. عايز تقول لي حاجه ست الكل؟ انا بقول لها متشكرين على صعبه الفكر. فكره حلوه. حابب تنمي اللعب بتاعك تجريزه في فكره عند حسن. ايوه. ودي صفه كويسه انا بحييكي فيها، لان الانسان المفروض يبقى بيمتد للاخرين. حاجة كويسة. طب انت صرت شوفك اسلم عليك. لا حطها في الوسط. هو يركن على جنب. لا ابوك يخدم فرقة بس هو ايه؟ تبقى نايمة. اصل طايرك بجد طايرك. هي هتبقى جنبه بقى. انا على الشمال معلش. اللي ملاش اللي ملوش خير في امه وابوه ملوش خير في حد. انا موافق يا سيدي. انا على الشمال انا موافق. اه طالما انت مبسوطه ومرضيه انا موافق. اللي ملوش خير في امه كل انا موافق على الشمال اهو. انا هقف انا لو ماليش خير في امي مش هبقى ليا خير فيها. حبيبه قلبي انا مبسوط وسعيد طول ما انت مبسوطه وسعيد. طبعا طبعا الحمد لله. مشكور مره ثانيه يا اول اهم حاجه هو راضي عننا طبعا بالسورس قدام الناس. لا بالسورس. هو انت بابا راضي عننا من غير اي حاجه؟ انا راضي لان انتوا ولاد حلال ولادي عيالي كلها ولاد حلال. دي اهم حاجه. وتربوا وتعبنا وشقانا ما عملناش يعني ما كانش ليا ورث ولا هو ليه ورث. ربناهم وكفعنا الحمد لله. اه كفاحنا كده وعلمناهم وربناهم وطلعنا ايه؟ ولاد حلال الحمد لله. ورجاله ورجاله ابطال الحمد لله والشكر لله. وانا هو البطل. الختام سلام. شوف الختام سلام. سلام ختام. اه يلا شوفكم بقى. شكرا يا اروى. شكرا يا اروى. اكتبي لي كومنت يا اروى على اكتبي في كومنت ان انت صاحبه الفكره. يلا شوفوا فيلم جديد وافكار جديده. اشترك على انزل تحت الفيديو هتلاقي زر الاشتراك. اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وتنضم معانا في اكبر قناه ان شاء الله هتكون. وكمان حط اللايك بتاعك وتابعوني على اكونت الانستغرام. طبعا محمد هنزل لكم الحاجات دي وكواليس بقى بعد ما هنخلص تصوير بقى الحاجات اللي هتحصل احنا بنعلم الحاجات دي ان شاء الله هتشوفوها. يلا سلام. تعالى بإذن الله.